شنو هما الحوايج اللي خاصك تدير قبل ما تفكر تجي لايطاليا ولا اوروبا بصفه عام. قبل ما نبداو الفيديو بغيتكم تخليوا لي واحد لايك وكومونتير وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوت واخوات، اخباركم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، والله يدخل عليكم هاد السنه الجديده بالصحه والسلامه والهناء ويبعد علينا هاد الوباء هذا. المهم، موضوع ديال الفيديو اليوم هو اشنو خاصك دير قبل ما تجي لايطاليا او لا قبل ما تفكر انك تجي لاوروبا بصفه عامه. اول حاجه نهضروا عليها وهي الفلوس، ثاني حاجه الصنعه ولا الحرفه، ثالث حاجه تجيب معك اللغه، ورابع حاجة الوثائق اللي خاصك تجيب بحال بيرمي دبلومات وشي وثائق أخرى. نبدأ باللغة. أول حاجة خاصك تفكر فيها قبل ما تجي لشي دولة، أي دولة أوروبية كنتي ناوي تجي لها، حاول تعلم اللغة في البلاد اللي انت يا عايش فيها. إذا ما عندكش اللغة غادي تكون صعيب عليك أول مرة أنك تجي لهنا وباش تواصل مع الناس، باش تواصل مع أي حاجة غادي تكون صعيبة عليك شوية إلا ما كانش عندك لغة. أما إذا كنتي أنت من قبل عارف شوية ديك اللغة، قريتي فيها واحد شوية، كتكون عارف كيفاش ديباني راسك في التنقل في أي حاجة، تبغي تقلب على الكرات وتقلب على الخدمة، تبغي يعني اللغة ضروري هي خاصك تحاول تعلم ولو غير شوية. ديك الساعة ملي كتجي للدولة اللي أنت ناوي تجي ليها، ديك الساعة كتكمل كتسيب عندك واحد شوية واحد القاعدة بديتيها في قبل في البلاد، ملي كتجي لهنا كتكون ساهله عليك انك تعلم هذه اللغه هذه. وثاني حاجه وهي الصنعه، ضروري خاصك تكون معلم شي صنعه، لان الصنعه ضروريه هنايا، يعني ما عندك الصنعه غادي تكرفس في البلاد هذه وفي اي بلاد في الغربة، يعني ما عندك الصنعه فاش غادي تخدم؟ ما عندكش حرفه ما غاديش تكون عندك واحد تكون صعيبه عليك شويه تتاقلم هنايا، وكيفاش غادي ديباني راسك، يعني فاش غتخدم، اشنو هما الخدمه اللي غتلقى؟ ما غاديش تلقى، يعني حتى الا لقيتي كاع الخدمه غتلقى غير الفلاح، يعني ما عندكش كيفاش دير. ولا بغيتي تتعلم الصنعه هنايا خاصك ضروري حتى دير الوراق عاد باش يمكن لك ديك الساعه، وتعلم اللغه عاد باش يمكن لك ديك الساعه كدير شي حرفه في التكوين. داكشي باش كنصحكم الخوت اللي ناوي ان شاء الله يجي لايطاليا او لا اي دوله هنا في اوروبا، حاولي تعلم شي صنعه، لان الصنعه غتنفعو وغتنفعو بزاف. واخا يقدر الا ما مازال ما عندوش مثلا الاوراق يقدر يخدم بها في النيرو هكا مره مره يبريكولي فيها كذا، على ما يدير الاوراق من بعد وديك الساعه غادي يقدر يخدم فيها ريغولا، يعني يخدم قانوني. اشنو هما الحرافي ولا الصناعي اللي تقدر تخدم بهم هنا ومقبولين يعني في اي دوله هنا في اوروبا؟ كاين اولا الميكانيك، كهرباء السيارات، البناء وكهرباء البناء، كاين الحلاقه، وكاين الصدور يعني صدور لحام ديال الحديد، وكاين نجارة الخشب والألمنيوم يعني نجار تاهي مزيان هنا، والصباغة. المهم أي حرفة أو أي صنعة غادي تنفعك هنايا، حتى لما خدمتيش بها وأنت مازال ما عندكش الأوراق، مازال ما ماشي ريغولا، تقدر تبريكولي بها غير مع الناس الأجانب الآخرين بحال المغاربة بحال أي أجنبي آخر، تقدر تبريكولي تقدر تخدم معاه يعني نيرو. نهضروا على الفلوس. الفلوس حتى هي ضروري خاصك تجيب معاك واحد المبلغ ديال الفلوس، سواء كنتي جاي حارق او لا كنتي جاي قانوني، ضروري خاصك تجيب معاك واحد المبلغ، ماشي تقول انا جاي مثلا حارق ولا هذا وما يبقاش عندك الفلوس، ضروري خاصك تجيب معاك واحد المبلغ على الاقل على الاقل واحد 500 اورو ولا 600، لان الفلوس ضروري باش تبغي تنقل في ضروري غير خاصك الفلوس باش تبغي تكري، باش تبغي تاكل، ديباني راسك كدا هادي، على ما من بعد ما تلقى خدمة وتيسر لك ان شاء الله. دابا الخوت غنهضروا على الوثائق وشنو هما الوراق اللي خاصك تجيب معاك ان شاء الله ملي تكون جاي ايطاليا ولا اي دولة في اوروبا. كانت عندك شي صنعة او لا حرفة، من الاحسن يكون عندك ديبلوم ديال هذيك الصنعة ولا الحرفة اللي انت كتعرف ديرها، هكا غادي ينفعك هاد الديبلوم هذا من بعد كتقدر تترجمو اللغة اللي انت في الدولة اللي كاين فيها، وكتقدر تدفعو مع السي في لشي شركة او لا لشي خدمة اللي انت يا عندك في هذيك الصنعة. ثاني حاجة الخوت وهي البيرمي، ضروري خاصكم تدوزو البيرمي في المغرب، ضروري خاصكم تدوزو البيرمي في البلاد اللي انتم فيها، هكا غادي يكون احسن لكم، حيت البيرمي هنا الا بغيت تدوزو في هاد البلاد هادي
واي دوله هنا في اوروبا صعيب باش تدوز البيرمي. هنا عندهم كما معروف عندهم قوانين شويه صعاب في السياقه وهادشي ديال البيرمي، واغلبيه الناس ما كيدوزوش هنايا، كيدوزو يعني في المغرب، يعني كيدوزو في البلاد. علاش؟ لان هنا صعيب باش تدوز، صعيب. اول حاجه خاصك تكون عندك لغه مزيان. الا دوزتي البيرمي في البلاد كيكون ساهل عليك بزاف. من بعد كتجي لهنا كدير ريزيدينسا يعني شهاده السكنه، وكيمكن لك تبدلو بالبيرمي ديال هنايا، او لا حتى لك تمدوز بيرمي في المغرب راه كيمكن لك تجي هنا كترجمو وكتبقى تسوق بيه. انا ولاد البلاد يعني هنا يا ولاد البلاد وكيجيهم البيرمي صعيب، البيرمي كيجيهم صعيب بزاف. يعني فما بالك واحد اجنبي اللغه ديالو مبدل على اللغه ديال بلادو، كيفاش غادي يجيه البيرمي؟ كيفاش غادي يدوزو هنايا؟ غيكون صعيب بزاف. واحد النقطه مهمه الخوت، اي واحد ناوي انه يجي لاوروبا هنا ولا ايطاليا خاصو يعرف اولا البلاصه اللي خاصو ينزل فيها، يعني البلاصه اللي خاصو يمشي ليها خاصو يكون محدد واحد الهدف غادي ليه، يعني عارف اش البلاصه اللي غادي ليها، عارف المدينه اللي غادي يمشي ليها، يحاول يكون عارف الناس اللي غادي يمشي لعندهم. مثلا يكون اصلا من قبل كيهضر مع شي واحد من العائله ولا شي صديق ديالو، يعني اللي غادي يستقبله غادي يريح عنده شي يامات بين ما القى الكرة وبين ما صوفى راسو شويه، وبدا كيعرف كيفاش يديباني راسو، فين يمشي فين يجي، كيفاش يتواصل، كيفاش مثلا اي حاجه اللي هي ضروريه كيفاش يقدر يتعامل بها. حاجة اخرى الخوت بغيت نوصيكم عليها، هي حاولوا انكم تجيو قانونيين، حاولوا تجيو قانونيين، يعني شي حاجه اللي سميتها الحريق او اللي سميتها الريسك وداكشي حاولوا تبعدوا منها. بحال ايطاليا راه كتخرج كونترادات كل عام، كل عام كتخرج عقود موسميه، يعني تقريبا في شهر 10 من كل سنه كتخرج ايطاليا عقود موسميه ديال الفلاحه وديال العاملين في المنازل والفنادق والى ما اخره. يعني راه كاين بزاف ديال الطرق باش تقدروا تجيو قانونيين. انسان غير يقلب ويسول على راسو، راه كاين بزاف ديال الطرق، ويحضر راسو من النصب. ونتمنوا التوفيق لجميع الخوت وجميع الشباب. اذا الخوت هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، الا نسيت شي نقطه مهمه ما قلتهاش لكم وكان شي واحد عارف شي حاجه يقدر يفيدنا بها يخليها لنا في الكومونتير نستافدوا كلنا. ومتنساوش تدخلوا عندي الانستغرام، غنخلي لكم في اسفل الفيديو في صندوق الوصف. بارك الله عليكم، السلام عليكم.